وسؤالي لصبري ان حسيت ان احنا بدانا المباراه بخوف غير طبيعي، مش عارف ايه الخوف ليه؟ في رهبه، في خوف، مفيش ضغط على المنافس، مساحات شاسعه واسعه للعيبه الاهلي بيجروا فيها صبري، بدليل الهدفين الاول والثاني شوطين من بره 18. فين الضغط يا جماعه على الراجل اللي بيشوط؟ فين الكلام اللي انت قلته يا صبري، اللي انت قلته على السبوره، هل اتنفذ منه حاجه؟ لا، اللي انت تصوراتك قبل المباراه هو مش خوف يا كابتن، اكتر منه ان انت عندك 6 7 لعيبه في بدايه المباراه في التوب فورم بتاعتهم في الارض. هنقول مثلا هو الراجل بدايه الراجل اخطا، لان تغير 2 في خط بيمثلوا 3 لعيبه، ده خطا. يعني كنت ممكن تغير بس حسام عبد المجيد، يعني حسام عبد المجيد يبقى موجود وسكر يبقى قاعد، وتكمل بالمسلوسي وعبد الغني او المسلوسي والزناري. فانت غيرت 2 لعيبه في خط الدفاع، عملت لنا مشكله في بدايه المباراه. ايوه عملت لنا مشكله، خصوصا حسام عبد المجيد 3 4 كور في رجلينا احنا، الكوره اتقطعت بترد علينا كونتر اتاك بتمثل هجمه خطر. 3 اهداف صبحي يعني 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 متحمل مسؤوليه جزء كبير جدا من ال3 اهداف الاولانيين، ولكن برضو الجول الثاني هتلاقي، بص هتلاقي عبد الغني ما بيضغطش، ما راحش ضغط على الراجل. الجول الثالث نفس القصه، تسديده ضعيفه جدا والناس بتوعنا في قلب الملعب ما حدش بيضغط على الراجل اللي على 18 عشان يشوط ويجيب جول. لو جيت بصيت على الرباعي اللي من فوق يا عبد الحليم هتلاقي ان داي، زيزو، شيكابالا، نيمار ما كانوش في حالتهم. فاذا الخط كله اللي قدام مش في حالته، الاربعه كلهم مش في حالتهم، الاثنين في نص الملعب. هو الراجل كان بيلعب بفتوح وبيلعب جنبه يا دونجا يا اما في الاول يعني. يا اما السيسي يا اما رؤى او عبد الغني، يعني مش هتمثل مشكله قوي ان الراجل او الراجل فتح في نص الملعب. ما فتحش نص الملعب، هو لعب براجل مواصفات دفاعيه زي دونجا وزي السيسي وزي رؤى، ولكن الحاله الفنيه اللي كان عليها 6 لعيبه جوه الملعب هي اللي اثرت على نادي الزمالك في الشوط الاولاني. الرباعي اللي من قدام انت ما هاجمتش هجمه في الشوط الاولاني، خصوصا ان هو ضغط بديانج على فتوح، وكان بيبدل فاخر وديانج لما بيجي نادي الزمالك يستلم الكوره كان بيقفل. بس احنا كنا المحور اللي احنا قلنا لو اتكلمنا عليه في بدايه الشوط ان فتوح حكمه وجود سكر ان فتوح يبقى فري في الملعب ويشتغل بالظبط. وكمان احنا عارفين ان فتوح هيبقى عليه رقابه لاصقه النهارده لانهم عارفين خطوره فتوح، فقلنا اللي هيمثل الدور الثاني زيزو. زيزو ما كانش في مستوى الشوط الاولاني فما قدرش يعمل ولا الدور الأول. بتاع فتوح. احنا ما جيناش الشوط الاول يا جماعه بالظبط كده، الزمالك ما جاش بالظبط. فاذا لما يكون عندك 6 7 لعيبه من ال10 اللي موجودين جوه الملعب بما فيهم حارس المرمى مش في حالتهم، فيعني ده كان النتيجه ان انت خسرت الشوط الاولاني وخسرت المباراه من الشوط الاولاني.